شيخ عبد الرحمن محمد علي والله يقانو الشيخ عبد الرحمن ديرا ياخد بدك جمعيه مانتا وحا ومساجدك مدينة منورة وكاقاهد لي ارمها وحوض الله شاها ايو بدبادة كتشرتا وحنا او شيخي ان امد او وطمان يالتا اي تايفا ايدو افيا خرابا سو خد بدك نعيب بدنا وكلا بسوقاتي ايو قدب كاسيو غهرين كاهد لي عباد الله ولا ليان وعكم اذا وقت يدا اذاق وحال لغا بحو اسلنا ولا انشاها ينف قيب ستكا كم اذا مرحلة هذا هو أمدي مرئيسو هذا أمدى سنقطة مدودة جرتاء وأنكلة جرين مدودة النول وأنكلة النولين مدودة درينة وأنكلة درينة هين مرحلة هذا هو أمدى سويك قدوتا يوم الأحزاب ويوم الخندق أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحيو لرسولك وحنكو أركي قاة آذي آذو درن isagoo dhexda dhagax ku xudhay nabiga waxa sallallahu alayhi wasallam dibna wana adkaysan kari waayay buur gurigaygi baan ku laabtay gabadhaydi baan waxan ku arkay ku yiri rasuulka waxan ku soo arkay xaalad aan loo dul qaadan karin ama aan la arki karin waxuna maxa guriga yaala waxay tiri buuri inta yar ee la xoxda ee caruurta loo qaraaciyo qoshka yar iyo rida yar ee waxa weeye guri joogtay oo ceesaanta yar meen doox xoolaha haysana ceesaantana gowrac qoshkaagana garaac buu ku yiri dumarkoodii jeeraalay waxay jecel yihiin aan gurigooda lagu qadin ama martidu aanay ka eed sheegan waxay tiri war rasuulka ilaahay ay igu fadeexdayn wax ku filan umad ma hayo adigu intaas samee buuri nabiga ayuu tagay calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahayo ceesaan yarna waan gowracay وحير الله حنا وان سمي أديك يتبع صحابي واحد يكون في لوية كالة يا بني بقول كور رسولك عليه السلام رسولك ودا واقعي يا أهل خندق تذكي قد كقال يا يو صعد واحد يا بني بقولي فإن جابرا صنع لكم طعاما جابر باعنا إذن سمي بوري يا حسوبة صحابه قد كقضيسة صدح كل صحابه كل دوين أبا ما يكبر أيه جابر روح الوارق قحي تبا نوان قصه الرئيو قري جيواني مدوح رسول كيلا حيدت كي خندق رير خندق ونب صولا هم كل شيء قيب يتري وحن نبي بكولي جابر داري قانا يان دبول كاللقا قادن لحوح راني داوها يان دب كالل صارن لدبين الله نماتو نبي قوي من عليه الصلاة والسلام دب النوى كدعي تمن تمن سود دعوة رسول كل صلى الله عليه وسلم صحابة تمن ولما ويسود قالان مركز سيد نرجان انت قف قاضي كره انت وقبضا بقاضان نور واسك بحا وحوري جابر دتكي خندق ويت نماذين يدود مودو انا الحوح دي حل حبا لك الدبين دس دنان كوم مرق لك درين ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام لغو مورغينو distiway soo qaad waa lagu duceynayaa oo deena way iska tarmeysaa waxaan u jeednaa in xaaladka adag la wada naf qaybsado oo arimahaas min khusuusiyati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bay kamid tahay sayashay culimadu waxay ka qaateen duruus oo kamid yahay in hadii la wadaago wax ama ummadu ay meel isugu timaado cunada yari ay noqonaysaa mid barakeysan oo dadka dhan deeqda xaaladka adag waxa lagaga gudbaa إن لا يصل النفق يبصره الله وضن ولا هذا نبي قول عليه الصلاة والسلام وهو أماني قبيلة أشعريين تورن شري وح نبي قولي مركا أي حال الدكوات كاتو الدمر كودو عرملوبان وحي سكان بان نبي قولي عنا وحي هيار دب نصي إسلاك بيوقع يبصران كي وح كان يكي أنكين فأنا هم مني وأنا منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كواسي أنا إيجان مديهين أنا إيجان كم بدهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدا درادت بركة الرواعد النبي عليه الصلاة والسلام بأينا قبضا مركا حالات كاذا قوحا لقا قدباء إلا وضن ولاده دادك الدهير تال لقا ورهيو دادك باهان لقا ورهيو دادك إتال كدران له أمد أها إتال در رئيس أمدني ها إتال در رئيس أمحنونه إن لقا ورهيو inaan ka xoogalihi wax qaybsan ee ka tamarta daran la yakoo xoogalihi si siman wax qaybsadaan oo la iswato oo aan la kala tagin
ayaa lagaga gudbaa xaaladka adag